وللحديث أكثر حول هذه المناسبة معنا عبر الهاتف من الرياض الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العلمي. سيد العلمي، بالبداية نرحب بك ونبارك لكم الأعياد الوطنية للشقيقة الكبرى. كيف تصف لنا العلاقات بين المملكتين، مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وما يربطهما من وشائج مختلفة من ناحية الدم والدين والجغرافيا؟ السلام عليكم وأشكركم على الاستضافة. العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة يعني تعود إلى الدولة السعودية الأولى 1745 ميلادي، استمرت وحتى الدولة السعودية الثانية 1840 ميلادي. أعتقد عام 1876 كان في محطة هامة جدا في تاريخ العلاقة. التقى في تلك السنة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي شيخ البحرين عيسى بن علي آل خليفة. 1891 ميلادي كانت نهاية الدولة السعودية الثانية، وطبعا أثناءها يقول وزير العدل البحريني السابق الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة، يقول أن الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي وصل إلى البحرين تقريبا في الشهور الأولى من عام 1891 ميلادية، بالمناسبة كان الملك عبد العزيز سعود رحمه الله في تلك السنة كان يبلغ حوالي 16 عاما. نعم. يعني أول زيارة للبحرين، أول زيارة رسمية كانت عام 1930. في عام 1937 زار ولي العهد الأمير سعود بن عبد العزيز وأصبح طبعا ملكا فيما بعد، زار البحرين واستقبل استقبالا طبعا حاشدا. أريد أن أنوه يعني تاريخ هام جدا، أن الزيارة التي قام بها يعني أثناء العلاقات السعودية البحرين البحرينية الشيخ حمد بن عيسى، نعم، قدم هدية للملك عبد العزيز عبارة عن سيف، وهو سيف الإمام تركي بن عبد الله. نعم. مؤسس الدولة السعودية الثانية، سيف الأجرب. الملك عبد العزيز قال كلاما لطيفا ومن ضمنه يعني هذه ذكرى من عندكم فأبقوه لديكم. نعم. طبعا عندما زار الملك سعود الله يرحمه دولة البحرين عندما تولى مقاليد الحكم، هذا كان عام 1954، انطلقت فكرة إنشاء جسر يربط بين البلدين الشقيقين. فتصور يا أخي الكريم أن فكرة جسر البحرين هذه كانت من عام 1954، وكما تعلم تم تنفيذ المشروع وافتتح جسر الملك فهد في 26 نوفمبر 1986. من ضمن الأحداث الهامة الأخرى أيضا أن يعني موقف يستحق أن يسجل في العلاقة بين البلدين، يعني هو هذا عبارة عن يعني قصة رواها أحد منسوبي إمارة منطقة الرياض، أن سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حينئذ طبعا أمر برفع أكبر علم للمملكة العربية السعودية والخامس على مستوى العالم في ميدان الأمير سلمان بن عبد العزيز بالدرعية التاريخية. وهذا طبعا السارية كانت إهداء كريم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء مملكة البحرين في تلك الفترة. هذا يدلك أخي الكريم على الترابط، التعاضد، التكاتف، المحبة السالقة بين المملكة العربية السعودية وبين البحرين. تخيل يا أخي الكريم أن العديد من العائلات البحرينية والسعودية تحديدا في المنطقة الشرقية تربطها علاقات أسرية ونسب. هناك تعدد مجالات في العلوم وفي الجغرافيا وفي التاريخ. يعني علاقاتنا بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة عبارة عن تواصل ومودة ومحبة، ليس فقط بين القيادتين بل أيضا بين شعبي البلدين. لذلك ترى يا أخي الكريم، لذلك يعني إحنا نرى اليوم تطور مضطرد في كل المستويات،
ليش يعني؟ لان انا اقول لك السبب بسيط جدا، الثوابت واحده، الرؤيه المشتركه واحده، هي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا، سواء كانت قضايا اقتصاديه. نعم نعم إذا الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العلمي، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من الرياض، شكرا جزيلا لك.